بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الخامس عشر. حسن أفندي وابنه محمد. حسن أفندي، أرني يا محمد الأشياء التي في محفظتك. حسن أفندي فاعل وفعله محذوف. التقدير: قال حسن أفندي. أدي فعل أمر وفاعله ضمير مستتر. تقديره: أنت، والنون نون الوقاية، يقل فعل من الكسرة. والياء ضمير المتكلم في محل نصب مفعول به أول. يا حرف نداء، محمد منادى. الأشياء مفعول به ثاني. التي اسم موصول مبني على السكون في محل نصب نعت للأشياء. في محفظة جار ومجرور متعلقان بصلة محذوف. التقدير: الأشياء التي كانت أو استقرت في محفظتك. ومحفظة مضاف كمضاف إليه. قاعدة: إذا وقع الظرف والجار والمجرور صلة كان متعلقان بفعل محذوف وجوبا. تقديره: استقر أو كان. والضمير الذي كان مستترا في الفعل انتقل منه إليهما. محمد حاضر. يا أبي، هذا هو لوح الأرضواز وهذا هو قلم الأرضواز. محمد فاعل وفعله محذوف. التقدير: قال محمد. حاضر خبر ومبتدأه محذوف. التقدير: أنا حاضر يا أبي. يا حرف نداء، أبي منادى، وأبي مضاف وياء المتكلم مضاف إليه. هذا مبتدأ هو ضمير فصل. لوح الأرضواز خبر المبتدأ. وحرف عطف: هذا هو قلم الأرضواز، معطوف على هذا هو لوح الأرضواز. وأنا كل يوم أكتب الإملاء والحساب في الكراسة. وحرف عطف: أنا ضمير منفصل مبتدأ. كل ظرف زمان وهو مضاف، يوم مضاف إليه. وشبه الجملة متعلق بالفعل أكتب. أكتب فعل مضارع خبر المبتدأ، وفعله ضمير مستتر تقديره أنا، يعود على المبتدأ. الإملاء مفعول به. وحرف عطف: الحساب معطوف على الإملاء. في الكراسة متعلقان بالفعل أكتب. عظيم. ولماذا لا تكتب الحساب في الكراسة؟ عظيم خبر ومبتدأه محذوف. التقدير: قال حسن أفندي. أمرك عظيم. وحرف عطف: لي حرف جر. ما اسم استفهام مجرور، والجار والمجرور متعلقان بالفعل تكتب. ذا زائدة لا نافية. تكتب فعل وفاعل. الحساب مفعول به. في الكراسة متعلقان بالفعل تكتب. أنا أكتب الحساب في الكراسة أيضا، ولكني أحب الكتابة في الأرضواز أكثر. أنا ضمير منفصل مبتدأ. أكتب فعل مضارع خبر المبتدأ، وفعله ضمير مستتر تقديره أنا، يعود على المبتدأ. الحساب مفعول به. في الكراسة متعلقا بالفعل أكتب. أيضا مفعول مطلق بفعل محذوف تقديره أعض أيضا. وحرف عط: لكن حرف مشبه بالفعل، والياء اسم لكن، أحب فعل وفعل. وجملة أحب في محل رفع خبر لكن. الكتابة مفعول به. في الأرضواز متعلقا بالفعل أحب أكثر نائب مفعول مطلق. التقدير: إحبابا أكثر. وما سبب ذلك؟ وحرف عطف: ما اسم استفهام مبتدأ، سبب خبر المبتدأ، وسبب مضاف ذلك مضاف إليه. لأن إذا أخطأت في كلمة أو في مسألة يمكنني أن أمسحها. لي حرف جر. أن حرف مشبه بالفعل، والياء اسم أن. إذا اسم شرط مضاف ظرف زمان متعلق بالفعل يمكن. أخطأت فعل والتاء فاعل. وجملة أخطأت في محل جر مضاف إليه. في كلمة جار ومجرور متعلقان بالفعل أخطأت. وجملة إذا وما دخلت عليه في محل رفع خبر أن. أو حرف عطف في مسألة معطوف على في كلمة. يمكن فعل مضارع والنون نون الوقاية، والياء ضمير المتكلم في محل نصب مفعول به. أن حرف النصب. أمسح فعل مضارع منصوب بأن.
وفاعله ضمير مستتر تقديره أنا، والمستتر المؤول من أن والفعل في محل رفع فاعل يمكنه، والهاء ضمير متصل مفعول به. أما إذا كنت أكتب في الكراسة وأخطأت في كلمة فلا يحسن مسحها، لأن المسح يوسخ الكراسة. أما حرف شرط، إذا اسم شرط مضاف ظرف زمان متعلق بالفعل يحسن، كنت فعل ماض ناقص وهو في محل جر مضاف إليه، والتاء اسم كنت أكتب فعل وفعل، وجملة أكتب في محل نصب خبر كنت، في الكراسة متعلقا بالفعل أكتب، وجملة إذا وما دخلت عليه في محل رفع مبتدأ، وحرف عاث أخطأت فعل والتاء فاعل، في كلمة متعلقان بالفعل أخطأت، الفاء حرف واقع في جواب الشرط، لا نافية يحسن، فعل مضارع خبر المبتدأ، مسح فاعل يحسن وهو مضاف هاء مضاف إليه، لحرف الجر أن حرف مشبه بالفعل، المسح اسم أن، يوسخ فعل وفاعل، وجملة يوسخ في محل رفع خبر أن، والمصدر المؤول من أن واسمها وخبرها في محل الجر، والجر والمجرور متعلقان بالفعل يحسن، الكراسة مفعول به. أهذه كراسة الإملاء؟ الحمزة حرف استفهام، هذه مبتدأ، كراسة خبر المبتدأ، وهو مضاف الإملاء مضاف إليه. نعم يا أبي، وأما كراسة الحساب فإني تركتها في الكتاب. نعم حرف جواب، يا حرف نداء، أبي منادى، وهو مضاف وياء المتكلم مضاف إليه، وحرف عطف. أما حرف شرط، كراسة مبتدأ وهو مضاف الحساب مضاف إليه، الفاء حرف واقع في جواب الشرط، إني حرف مشبه بالفعل، والياء اسم إن، تركت فعل والتاء فاعل، وجملة تركت في محل رفع خبر إن، والمصدر المؤول من إن واسمها وخبرها في محل رفع خبر المبتدأ، ها مفعول به، في الكتاب متعلقا بالفعل تركت، أنت مجتهد، كراستك نظيفة. أنت مبتدأ أول، مجتهد خبر المبتدأ الأول، كراسة مبتدأ ثاني وهو مضاف كمضاف إليه، نظيفة خبر المبتدأ الثاني، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول. معي في الفصل ولد وسخ جدا، معي في الفصل كلاهما متعلقان بالخبر المحذوف في محل رفع خبر مقدم، ولد مبتدأ مؤخر، وسخ نعت، جدا مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره أجد جدا، وكلما أخذ القلم وكتب وسخ كراسته وأصابعه بالحبر. وحرف عات، كل نائب ظرف زمان منصوب بالفتحة على أنه مفعول فيه للفعل وسخ، وهو مضاف، ما مصدرية ظرفية مبنية على السكون، أخذ فعل وفاعل، وما المصدرية والفعل أخذ بعدها في تأويل مصدر في محل جر بالإضافة. القلم مفعول به، وحرف عات، كتب فعل وفاعل، وسخ فعل وفاعل، كراسة مفعول به وهو مضاف هو مضاف إليه، وحرف عطف، أصابعه معطوف على كراسته، بالحبر جار ومجرور متعلقان بالفعل والسخاء، ودائما يوبخه المعلم، وحرف عطف، دائما ظرف زمان يوبخ فعل هو مفعول به، المعلم فاعل. هل تحب أن ترى رسمي يا أبي؟ أنا رسمت هذا الشكل بقلم الرصاص. هل حرف استفهام؟ تحب فعل وفاعل، أن حرف نصب، ترى فعل مضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر، وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت، والمصدر المؤول من أن والفعل في محل نصب مفعول به، رسمي مفعول به لترى، وهو مضاف وياء المتكلم مضاف إليه، يا حرف نداء أبي منادى، مضاف وياء المتكلم مضاف إليه.
أنا ضمير منفصل مبتدأ. رسمت فعل والتاء فاعل وهو خبر المبتدأ. هذا مفعول به الشكل نعت بقلم جار ومجرور متعلق بالفعل رسمت، وقلم مضاف الرصاص مضاف إليه. هذا الرسم جميل، ولكن يلزمك أن تنظف هذه الخطوط بالممسحة. هذا اسم إشارة مبتدأ. الرسم نعت جميل خبر وحرف عطف، لكن حرف عطف أيضا. يلزم فعل مضارع كمفعول به أن حرف النصب تنظف فعل مضارع منصوب بأن، وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت، والمصدر المؤول من أن هو الفعل في محل رفع فاعل يلزمه. هذه مفعول به للفعل تنظف. الخطوط نعت بالممسحة متعلقان بالفعل تنظف. ضع يا بني كتبك وكرارسك في محفظتك، ثم البس ألبستك، نذهب معا لمشاهدة الصور المتحركة، وبعد الرجوع تحضر دروسك. ضع فعل أمر وفعله ضمير مستتر تقديره أنت، يا حرف نداء بني منادى، وهو مضاف وياء المتكلم مضاف إليه. كتب مفعول به مضاف كمضاف إليه، وحرف عت كراريسك معطف على كتبك. في محفظة متعلقا بالفعل ضع، ومحفظة مضاف كمضاف إليه، ثم حرف عت البس فعل أمر وفعله ضمير مستتر تقديره أنت، ألبسة مفعول به مضاف كمضاف إليه، نذهب فعل مضارع مجزوم بحرف الشرط التقدير، ثم البس ألبستك، إن تلبس نذهب، وفعله ضمير مستتر تقديره نحن، مع ظرف مكان وهو متعلق بالفعل نذهب. لمشاهدة متعلقان بالفعل نذهب، ومشاهدة مضاف الصور مضاف إليه. المتحركة نعت وحرف عت بعد ظرف زمان وهو مضاف الرجوع مضاف إليه. وشبه جملة متعلق بالفعل تحضر، تحضر فعل مضارع وفعله ضمير مستتر تقديره أنت، درس مفعول به وهو مضاف كمضاف إليه. والله أعلم بالصواب.